ايه اللي مخلي حياتي الروحية ضعيفة وما بتنموش؟ الإجابة كلمتين أساسيتين: إن حياتي الروحية لم تتأسس على واحد طاعة صوت الروح القدس، اتنين قبول المسيح بالمحبة، والمحبة هيجيب روح القدس. طب ايه مفتاح التعامل مع الروح القدس عشان ياخد عدله وراحته فيا وعشان يعمل عمله؟ الطاعة. طب انا ازاي اعرف اميز صوت الروح القدس علشان انفذ الطاعة؟ اولا اذا انت ما بتعرفش تميز صوت الروح القدس فانت عندك وصية الانجيل، ابتدي من وصية الانجيل، ولما تبتدي من وصية الانجيل الروح القدس هينورك ويفتح ودنك ويتعامل معاك. يعني راجع نفسك على وصية الانجيل. المشكلة بقى هنا اللي قادت الكثيرين الى حياة روحية منهزمة هي انه بينقي اللي يعجبه من الوصية، اللي يجي على مزاجه، اللي يمشي مع قناعاته، وبيسيب اللي ما يعجبهوش. وده هو الكسر الحقيقي للطاعة، لأن الطاعة لابد أن تكون كاملة. أبتدي منين؟ أبتدي من وصية الإنجيل اللي مكتوبة قدامي. لما أبتدي من وصية الإنجيل اللي مكتوبة قدامي هيحصل إيه؟ هيحصل إنه يبتدي الأذن الروحية تتفتح، وابتدي أسمع صوت الروح القدس من خلال كلمة الإنجيل شوية شوية. كل ما زيد في الطاعة، كل ما توهج وقوة صوت الروح القدس تعلى. أطاوع أكتر، الصوت يعلى أكتر. أعمل عكس، مرة أطاوع ومرة أفوت، يحزن الصوت، ينطفي. وعشان كده أكثرية من المؤمنين بيقولك مش عارف اسمع صوت الرب. اجاوبك على طول، انت من النوع اللي مرة يطيع ومرة ما يطيعش. لا يمكن تكون كل مرة بتطيع وتبقى مش عارف تسمع صوت الرب، لكن مدام انت واقف عند نقطة مش عارف اسمع، يبقى انت بتطيع على مزاجك او مرة بتطيع ومرة ما بتطيعش. طيب اعمل ايه بقى من دلوقتي عشان اعيد تظبيط العلاقة مع المسيح وانفتح لعمل روح القدس؟ اقعد مع نفسي ومع الانجيل واشوف في ايه الانجيل قالهولي وانا لم اهتم بطاعته وطيعه، واشوف في ايه الروح القدس قالهولي وانا ما اهتمتش بيه. دي حاجة كانت حصلت من 10 سنين. شوف، من 10 سنين، من 100 سنة، هتفضل النقطة اللي انت ما طوعتش الروح القدس عندها عقدة امامك تعطل حياتك. لازم ترد المسلوب. لا يمكنك ان تجبر روح الله على انه يعمل فيك على عثم. يبقى حاجتين دلوقتي: واحد، الوصية، في ايه في الوصية انت مكسره؟ الوصية قدامك. اتنين، في ايه في حياتك فاكره من يوم ما ربنا خلقك وبقيت فاكر لغاية النهاردة انت كسرت فيه كلام الروح القدس؟ ارجع اعمله. الخطوة التالية انك اول ما تعمل كده هيبتدي النور يزيد شوية، فلما النور يزيد شوية هتبتدي تستنير وتسمع صوت الروح احسن، وتبتدي تبقى طاعتك افضل. كمل، لما تكمل النور هيزيد اكتر، وهتشوف حاجات في حياتك انت ما كنتش عارف انها خطيه. النور هينور، اول ما يوريك حاجه جديده شيلها، يوم النور يزيد، ولما يزيد كمان يكشف حاجات ثالثه ورابعه. النور يزيد ويكشف وانت عمال تعمل ايه؟ كل ما يقول حاجه تشيلها. اهو ده اللي اسمه التنقيه، وده اللي اسمه انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. تستطيعون جميعا يا أحبائي أنكم تمتلئوا بقوة الروح القدس
وأن تنموا في محبة المسيح كما شرحت لكم. أرجوكم أعطوا نفسكم فرصة أن كل واحد يراجع التعليم اللي سمعه النهاردة على واقع حياته، ويشوف فين وفي إيه هو لم يطيع صوت الروح القدس، أو لم يحفظ محبته مع المسيح، أو ما عملش علاقة محبة مع المسيح من أساسه. نصلي. يا رأس المسيح، أشكرك مع كل شعبك من أجل النور الحقيقي اللي أضاءت به عقولنا وقلوبنا ونفوسنا في هذه الليلة. يا رأسنا المسيح، أعطنا أذان صاغية، أعطنا روح مطيعة خاضعة مستجيبة لصوت روحك القدوس. يا رأسنا المسيح، بقوة عمل روحك القدوس أرسل الآن استنارة وقوة تبكيت، قوة تبكيت لضمائرنا، قوة تبكيت لقلوبنا، لكي يعرف كل واحد فينا ضربة قلبه، ولكي نخرج من فخاخ الشرير، ولكي نخرج من قيود وعبودية الخطية إلى حرية أولاد الله. غيرنا بقوتك، أنير قلوبنا وعقولنا بنعمتك، قوة تحول حقيقية، وأسكب محبتك بالروح القدس في قلوبنا الآن، وألهب قلوبنا بالمحبة وبالرجوع إليك، وبنزع الخطية بالتنقية الحقيقية الكاملة، فنصير بالحقيقة أواني مقدسة قادرة على أن تستقبل قوة ونعمة حضورك. تعال إلينا مطهرا مغيرا منقيا مقدسا، لكي تحل بالإيمان في قلوبنا، ولكي توحدنا بك وبأبوك الصالح في الروح القدس بالمحبة، ليكون فينا الحب الذي أحببتنا به، لمجد الآب والابن والروح القدس في المسيح يسوع. آمين. إذا أردت أن تساعد في استمرار هذه الخدمة، يمكنك أن تدعمنا عن طريق إرسال شيك على صندوق بريد 122 المقطم، أو التبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.